السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. تكملة للتجربة السابقة، سوف نقدم عرض نظري أو عرض على البرنامج بروتوسويت. سوف نقوم بالتجربة عليها في هذا البرنامج، وسوف نطبقها عمليا بعد هذا العمل على البرنامج. أولا نختار العناصر لكي نطور في تجربتنا السابقة إلى الجهود العالية، كيف يعمل حساس المغناطيس على الجهود العالية. سوف نختار هنا، أول شيء نختار ريلي، سوف نختار ريلي هكذا، هذا هو الشكل الريلي. نختار منه عنصر كما هو موجود هنا اكتيف، هذا عنصر هو. عندما نضغط مرتين سوف يضعه هنا في القائمة. واختار اوبتوكوبلر أو فوتوكوبلر، استعمل هذا الشكل فوتوكوبلر، سوف اشرحه عند وضعه هنا في القائمة. نختار كذلك بوش بوتون، نكتبه بوتون، المفروض نكتب بوش. هنا ها هو بوش بوتون، لقد أخطأت في الكتابة. نختار كذلك بوش بوتون، نختار موتور لكي نقوم عليه التجربة على 12 فولت فما فوق، مثلا أي موتور. نختار موتور أكتيف، هذا هو الموتور، لدي موتور أظن. هذه العناصر التي نحتاجها لكي نقوم بعملية سوف نضع أول شيء قبل ما نضع البوتو، سوف نضع الموتور هنا، نضع الموتور ونضع هنا أوبتوكوبلر. الأوبتوكوبلر هنا في الجهود العالية كيف نستعمله؟ هنا نعطيه السالب ونعطيه الموجب في حدود 3 فولت إلى 5 فولت. عندما نعطيه الموجب من هنا يأتي رقم 1 هو الموجب ورقم 2 هو السالب. عندما نعطيه تشتغل هذه اللد، عندما تشتغل اللد يعمل ما بين إيميتر وكوليكتور في هذا الترانزستور كأنه ترانزستور ضوئي. هنا يمرر السالب، سوف أستعمل السالب لأن الحساس المغناطيسي يمرر السالب الذي استعملته في التجربة السابقة، يمرر السالب. سوف أعطيه أنه يمرر السالب في حدود 24-50 فولت مهما كانت الفولتية، لأنه سالب. يمرر من هذا رقم 3 إلى رقم 4 ويمرره إلى الريلي، والريلي هو الذي يتقيد بالفولتاج. مثلا إذا كان ريلي 24 فولت سوف أعطيه 24 فولت، إذا كان 25 أعطيه 25. سوف أعطيه من هنا في هذه الحالة سوف أعطيه السالب والموجب، ولكن هنا أعطيه في اللد في حدود 5 فولت، سوف أعطيه 5 فولت. سوف أعطيه زائد 5 فولت.
هكذا وأعطيه جراند هكذا، أوصل الجراند من هنا السالب وأوصل الموجب من هنا. هذا أول شيء. سوف أضع الريلي هذا الريلي سوف أضعه هنا. الريلي أعطيه موجب هنا لا يحتاج 5 فولت، وإنما الريلي سوف أعطيه 12 فولت أو 24 أو الذي 24 ويمرر الكهرباء مهما كانت 220 فولت أو مهما كانت قيمتها من هنا يمررها الريلي. والريلي لا شرط سوف نستعمل ريلي فقط الذي يحتوي على 5 أقطاب فقط ليس ب6 أقطاب مثل هكذا، سوف أستعمل واحد من هذه المجهزات فقط. أستعمل الباور هنا أعطيه زائد 12 فولت أوصله من هنا وأعطيه جراند سالب كذلك. السالب قلنا أنه يأتي من هنا، سوف يأتي السالب من هنا، سوف أعطي السالب الآخر سوف أضعه لهذا الأوبتوكوبلر. عندما يستقل الأوبتوكوبلر يمرر السالب هذا يعطيه إلى الريلي. هنا الموتور، هذا هو الموتور سوف أعطيه سالب من هنا أو أعطيه سالب من 220 فولت. سوف أعطيه 200 سوف أعطيه سالب 12 فولت ويأتي سوف يأتي الموجب من هنا. عندما يشتغل سوف يأتي الموجب من 12 فولت من هنا، وعندما أوصل السالب سوف يأتي من هنا. عندما أوصل الأوبتوكوبلر يعطيه السالب من هنا. كيف يقوم نقوم بعملية التوصيل؟ سوف في مكان المغناطيس سوف أستعمل بوش بوتون هنا السالب في هذا السالب الأول هو الذي استعملت فيه مغناطيس الحساس المغناطيس. سوف أقطع من هنا وأستعمل بوش بوتون من هنا، سوف أستعمل بوش بوتون في مكان حساس المغناطيس. سوف أستخدم بوش بوتون هنا. نفرض أن البوش بوتون هو في مكان حساس المغناطيس. هنا لقد أكملنا التجربة، يعني أننا عندما نعطيه من 5 فولت نعطيه الأوبتوكوبلر، عندما من الأوبتوكوبلر يمرر السالب، السالب هو سالب 12 أو سالب 24 فولت يمرره إلى الريلي، ومن الريلي سوف يمرر إلى الجهود العالية والتي تكون 220 فولت. أنا استعملت هنا فقط 12 فولت وتستطيع أن تستعملون 220 فولت. سوف نقوم بالتجربة ونرى كيف يعمل هذا البرنامج. هنا لقد عمل البرنامج، سوف أضغط على البوتون، ها هو يعمل البرنامج كما ترون أن الموتور يتحرك. عندما أترك هكذا سوف يترك يتوقف الموتور. عندما أضغط ها هو يعمل، عندما أترك يتوقف كما ترون التجربة. هنا سوف نطبقه عمليا وسوف نقوم به تطبيق عملي في الورشة.